حروف من ذهب للشاعر الشاب أحمد سعيد أبو جبريل صناعي العرب الضالعي مديرية الشعيب قرية الصبور أداء أبو شهاب الخبي. يقول أبو جبريل سلم واستلم الوقت غير الوقت والطارف غريب ومن طحس يا صاح الماضي إني سلم وين لهذي يعطي السر الحريب هذي ما يتم اليوم باكر لن يتم هذا الخلاصة وأنت افهم يا فهيم في شعري الحكمة وما أقوله مهم وتيت ما أوتيه لقمان الحكيم يا كل من يمشي على مهله نسم لا تحسب إني الأمن دايم والنعيم الأمن مكسب عندي من ربي رحيم إنسان جاهد عالصراط المستقيم مع كل من يلبس إمامه ملتزم صالح تحطونه على المسجد مقيم أو من دخل فيه المرض قلتم سقيم بعض البشر فيه خير لكني سقيم كلا ولا كل من غزا غزوة غنم أحيان يصبح مغنم الغازي غني والبعض بايدهم مع من قردهم والبعض لا يدهم ولا هو حق داهي والبعض ما يفهم بما معنى الكلام عمره ولا قدر أحاديث الكاليم والبعض في صحوة طريقه منتظم والبعض نايم نومة أصحاب الراقيم كم يا رجل عاصي بعمره ما ندم بيد أبوها فوق إبليس الرايم لا يعرف الحشمة ولا با يحتشم ظلاله الآخر يظل نفس القديم والبعض إن خاصم سمح ما ينتقم عزيز في نفسه وفي أصله كريم والجيد بيحمل لطم ولا لطوم والفصل بيفارح وهو أكبر غريم هذا طبع الفصل يفرح لو تهم سخيف في عقله وفي طبعه لئيم والبعض يصبح لك ويمشي مبتسم في ظاهره والغيب ربي به عليم جرح الخيانة جرح صعب أن يلتئم واختر عدو يأتيك في صورة حميم هذا كلامي يعلم ذي ما علم واضح ولا يحتاج قولي سيني والقط فقط ذيلا كرع ما يغرم تلقاها الأول مقولة بالصميم يا هاجس تمم ويا الفيس استلم كلام من شاعر حرمين هم نايم والختم صلوا على النبي ذيب ختم وحي السماء مختوم